المنفي وصالح وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان إلا ضمن الإطار الوطني الليبي، ومصر ترحب بالبيان المشترك. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان. مسيرات أو مسيرات أوكرانية تستهدف ثلاث مناطق روسية وتجبر مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. رحبت مصر اليوم في بيان صادر عن الخارجية المصرية بالبيان المشترك الصادر في مدينة بني غازي عن كل من الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية. وثمنت مصر ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وكذلك تولى مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها. كما جددت مصر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اطلاعها بمهامها من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا جير بيدرسون مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، والتي انعقدت بالقاهرة يوم 15 من أغسطس الجاري. وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها والحفاظ على وحدة واستقرار سوريا الشقيقة. كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. بدوره أعرب المبعوث الأممي عن تقديره الكبير لمجهودات مصر لتسوية الأزمة في سوريا، مؤكدا عزمه التنسيق مع مختلف الأطر المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير. دعت مصر إلى التهدئة ووقف أي إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة أمس الأول. وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنب أي أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة. كما دعت مصر للعودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. شارك قداسة البابا تودروس الثاني في احتفال العيد القومي لدولة المجر الذي يوافق ذكرى تأسيسها على يد الملك ستيفن الملقب بقديس المجر. وأقيم الاحتفال في ساحة بالبرلمان المجري بحضور كاتلين نوفاك رئيسة جمهورية المجر وأعضاء الحكومة وممثلي المنظمات الحكومية والعسكرية الأخرى. تضمن الحفل عرضا عسكريا بمصاحبة الموسيقات العسكرية، كما تم رفع العلم المجري وأدى الضباط الجدد القسم العسكري. كان البابا تودروس الثاني قد وصل أمس إلى المجر تلبية لدعوة رسمية من حكومتها للمشاركة في احتفالات العيد القومي للبلاد.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بأشد العبارات هجمات واعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة في نابلس ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القرى المجاورة، وكذلك الهجمات على المواطنين وسياراتهم في القدس وعلى الطرق الرئيسية ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن عدم معاقبة المستوطنين الإسرائيليين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. كما أدانت الوزارة الدعوات التحريضية التي يطلقها المستوطنون على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تدعو مجددا لمحو حوارة، مضيفا أن منظمات المستوطنين تستمد التشجيع والدعم والإسناد من انتهاكاتها من المستوى السياسي في إسرائيل ولشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظماته. أصيب 4 فلسطينيين اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم طول كرم شمال غربي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه وآخر بشظية في اليد وآخرين تعرضا للدهس بجيب عسكري إسرائيلي أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. كانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في الوقت الذي نشرت فيه قناصتها في محيط ومداخل المخيم. هزت انفجارات ضخمة مناطق متفرقة في وسط السودان، فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط منطقة المهندسين بأم درمان وولاية غرب كردفان المحاذية لدارفور. بينما يئن السودان تحت وطأة المعارك المستمرة للشهر الخامس على التوالي، يستعر القتال في مدن العاصمة الثلاث فيما تدوي انفجارات ضخمة في مناطق متفرقة من البلاد. شهود عيان أفادوا بوقوع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط منطقة المهندسين بأم درمان، كما هزت انفجارات عنيفة أحياء الديم والصحافة والعشرة جنوب وشرقي الخرطوم، وسمع دوي انفجار ضخم في محيط منطقتي جبرة والشجرة. الجيش أعلن أن طائرات مسيرة قصفت في ساعات متأخرة من الليل أهدافا للدعم السريع وسط العاصمة الخرطوم، من بينها مبنى يستخدم مخزنا للذخيرة، فيما لم ترد أنباء عن عدد الضحايا. ومع اتساع رقعة القتال في ولايات دارفور الخمسة، تصاعدت المعارك خلال اليومين الماضيين في نيالا بإقليم دارفور، كما شهدت مدينة الفولة اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع، أحرقت فيها مقرات حكومية أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين. مناطق جديدة في أقاليم كردفان والنيل الأزرق والجزيرة دخلت دائرة المعارك أيضا، فشهدت مدينة الأبيض كبرى مدن إقليم كردفان كرا وفرا وتبادلا في السيطرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الساعات الماضية، كما وقعت اضطرابات كبيرة في مدن أخرى خاصة مدينتي النهود وقادقلي. ويرى محللون أن اتساع نطاق الحرب في السودان التي خلفت أكثر من 4000 قتيل يفاقم المخاوف من حرب شاملة في أنحاء البلاد، مما يلقي بظلاله على مصير أكثر من 4 ملايين نازح فروا إلى مدن داخل الحدود هربا من أعمال العنف في إقليم دارفور، علاوة على مئات الآلاف من النازحين خارج البلاد. أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز 3 سنوات، محذرا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلا على المشاركين فيه، وأضاف أن بلاده لا تريد الحرب وتظل منفتحة على الحوار.
وسط تحذيرات من تدخل عسكري محتمل، أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أن الفترة الانتقالية للسلطة لن تتجاوز 3 أعوام، محذرا من أن أي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلا على المشاركين فيه. باختصار، لا يريد كل من المجلس العسكري الحاكم أو شعب النيجر خيار الحرب، لكن دعونا نوضح أنه إذا تم شن هجوم ضدنا فلن يكون بمثابة نزهة في حديقة كما يبدو للبعض، وإنما في الحقيقة سيجدون أنفسهم في مواجهة 26 مليون مواطن من شعب النيجر. وأبدى تياني استعداد المجلس العسكري للحوار، منددا في الوقت نفسه بما وصفه بالعقوبات غير القانونية واللا إنسانية التي فرضتها إكواس على النيجر منذ استيلاء الجيش على السلطة. خطاب رئيس المجلس العسكري تزامن مع زيارة وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس إلى نيامي، حيث التقى الرئيس المعزول محمد بازوم في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. كما التقى وفد إكواس بعض المسؤولين العسكريين، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا اجتمع الموفدون بالجنرال تياني. وتثير ظروف احتجاز بازوم قلق المجتمع الدولي والكثير من الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، ودعت دول ومنظمات عدة إلى الإفراج عنها. ولا تزال إكواس تمنح الأولوية للدبلوماسية على الرغم من إعلانها مساء الجمعة أنها مستعدة للتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري بالقوة. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى هولندا اليوم في إطار محاولته لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعد أيام من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 لأوكرانيا. في غضون ذلك، أعلنت موسكو أن مسيرات أوكرانية استهدفت 3 مناطق روسية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وأجبر مطاران في موسكو على تحويل الرحلات لفترة وجيزة. 3 مناطق روسية استهدفتها مسيرات أوكرانية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وأجبر مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة. وأبلغت منطقتا كورسك وروستوف في روسيا الواقعتان على الحدود مع أوكرانيا عن ضربات بطائرات بدون طيار، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت طائرة مسيرة أوكرانية في موسكو، ما أدى إلى تحطمها في منطقة غير مأهولة بالسكان. وقال حاكم منطقة كورسك أن 5 أشخاص أصيبوا واندلع حريق عندما اصطدمت طائرة بدون طيار بمحطة للسكك الحديدية، فيما قال حاكم روستوف أنه لم تقع إصابات أو أضرار. وأصبحت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على كل من المناطق الحدودية والعاصمة الروسية شائعة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، مع تكرار الضربات على الحي المالي في موسكو. وقالت روسيا في مايو إن طائرتين أوكرانيتين بدون طيار حاولا مهاجمة الكرملين. وترجع روسيا التطور النوعي في الهجمات الأوكرانية للمساعدات العسكرية الغربية، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف إن تدريب الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل وربما فترة أطول. وقال ريزنكوف في مقابلة تلفزيونية إن 6 أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين. وكان مسؤول أمريكي قد أعلن الخميس إن واشنطن وافقت على إرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا لمواجهة روسيا بمجرد اكتمال تدريب الطيارين.
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عبور 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية خط الوسط لمضيق تايوان، في وقت تجري فيه الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة. في ظل تصاعد الأزمة بين بكين وتايبي، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية إن 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان. وأوضحت الوزارة في بيان لها إن من بين المقاتلات طائرات من طراز سو 30 وجي 11. كانت الصين قد أجرت تدريبات عسكرية جوية وبحرية حول تايوان في رد فعل غاضب على زيارة ويليام لي نائب رئيس تايوان للولايات المتحدة. واعتبرت الصين التدريبات بمثابة تحذير صارم لتايوان عقب زيارة لي القصيرة إلى الولايات المتحدة. وزارة الدفاع التايوانية قالت إنها رصدت 42 طائرة وثمانية سفن صينية تشارك في التدريبات حول الجزيرة، فيما أكدت الوزارة أنها على استعداد تام لحفظ الأمن في البلاد. ومضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 100 كيلومتر يشكل خط الوسط فيه منذ عقود حاجزا غير رسمي بين الجيشين، إلى أن بدأت الطائرات العسكرية الصينية عبوره بشكل دوري منذ عام. كان مسؤولون تايوانيون قد توقعوا إجراء الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة، مستخدمة توقف لي في الولايات المتحدة ذريعة لترهيب الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وجعلهم يخشون الحرب. لكن لي الذي يعد المرشح الأكثر حظا قال في تصريحات له إن الأمر لا يعود إلى الصين لتقرر من سيفوز في الانتخابات، مؤكدا إن الانتخابات التي ستجرى في الجزيرة العام المقبل تشكل اختيارا بين الديمقراطية والاستبداد. وتوقف لي في الولايات المتحدة في طريقي الذهاب والعودة من باراغواي، مما أثار غضب بكين التي تعده انفصاليا يشكل خطرا في الجزيرة التي تقول إنها جزءا من أراضيها. قال مسؤول بهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة بين بلاده والولايات المتحدة ستنطلق غدا الاثنين، حيث يسعى الحلفاء لتعزيز الدفاع المشترك ضد التهديدات العسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. وأوضح المسؤول أنه من المقرر إجراء تدريبات أوليتشي فريدم شيلد السنوية على أساس سيناريو حرب شاملة في الفترة من 21 إلى 31 من أغسطس الجاري، وستضم إجراء حوالي 30 تدريبا ميدانيا لحليفين مقارنة بتدريبات العام الماضي، وتشمل تدريب مركز القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات أوليتشي للدفاع المدني. قالت وكالة حكومية أمريكية إن الإعصار هيلاري اقترب من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية أمس، محذرة من احتمال حدوث سيول كارثية في شبه الجزيرة وجنوب غرب الولايات المتحدة. تسبب الإعصار في تعطيل ما يقرب من 200 رحلة جوية مقررة اليوم في مطار سان دييغو الدولي و184 رحلة أخرى، علاوة على إغلاق مباريات البيسبول في الولايات المتحدة. كما تم إلغاء الأنشطة المدرسية وغيرها من الأنشطة غير الأساسية في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية حتى غد الاثنين. وحثت السلطات في تايخوانا ثاني أكبر مدينة في المكسيك الناس في المناطق المعرضة للخطر على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة. أصدرت السلطات في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا أوامر بالإجلاء ل 35 ألف شخص، أي مثلي العدد في اليوم السابق، فيما حذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة بعد أن اشتدت حرائق الغابات. وأعلن الإقليم حالة الطوارئ لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في الإقليم وتسببت في إغلاق بعض قطاعات الطريق السريع.
الحرائق العنيفة المشتعلة في كندا أرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص من شمال البلاد وغربها، حيث واصلت عناصر الإطفاء مكافحة حرائق نادرة من حيث شدتها. وتلقى نحو 30,000 شخص أوامر بإخلاء منازلهم في مقاطعة بريتش كولومبيا غرب كندا مع اقتراب حريق غابات هائل من مدينة كيلونا. في الوقت نفسه تم وضع 36,000 شخص في حالة تأهب للإخلاء، وحذرت السلطات من أن الأيام المقبلة ستكون صعبة. وأعلن الإقليم حالة الطوارئ لمنح مسؤولين صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة في أنحاء مقاطعة بريتش كولومبيا، وتسببت في إغلاق بعض قطاعات الطريق السريع بين المحيط الهادئ وبقية أنحاء غرب كندا، ودمرت الكثير من الممتلكات. وفر أكثر من 15,000 شخص برا، وأجلي 3,800 شخص جوا، فيما استدعي 300 من عناصر الإطفاء على الأقل لمكافحة النيران في أحد أكبر تحرك للأجهزة تشهده المنطقة المعزولة جدا في أقصى الشمال الكندي. كما أغلق المجال الجوي للمنطقة للمساهمة في جهود مكافحة النيران بواسطة الطائرات. ويتوقع مسؤولون حكوميون استمرار موسم الحرائق حتى الخريف بسبب ظروف الجفاف المنتشرة على نطاق واسع في البلاد. وتشهد كندا هذه السنة موسم حرائق غابات هو الأشد على الإطلاق، تسبب بإجلاء 168,000 مواطن عبر البلاد، وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي، ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 1989. قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية اليوم إن مركبة الفضاء الروسية لونا 25 تحطمت على سطح القمر بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة. تعد هذه أول مهمة روسية إلى القمر منذ 47 عاما، ويسلط فشلها الضوء على الضغط الذي يعانيه الاقتصاد الروسي في الوقت الذي تواجه فيه العقوبات الغربية المفروضة عليه بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وسط سباق دولي لغزو الفضاء، تحطم المسبار الروسي لونا 25 على سطح القمر، مسلطا الضوء على المشكلات التي يعاني منها قطاع الفضاء الروسي نتيجة للعقوبات الغربية بسبب الحملات العسكرية في أوكرانيا. ولونا 25 هو أول مسبار تطلقه روسيا إلى القمر منذ عام 1976، وقد تحطم على سطح القمر السبت إثر حادث طرأ خلال مناورة تمهيدية لعملية هبوطه التي كانت مقررة الاثنين. وأعربت وكالة الفضاء الروسية في بيان عن أسفها لأن الإجراءات التي تم اتخاذها يومي 19 و20 من أغسطس للبحث عن المسبار والاتصال به لم تسفر عن أي نتائج، مشيرة إلى أن وضعا طارئا وقع على متن المحطة الآلية، ما حال دون القيام بالمناورة بالمعطيات المحددة. ولم تكشف وكالة الفضاء عن المزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث، ما حمل على توقع الأسوأ للمسبار البالغ وزنه حوالي 800 كيلوغرام الذي لم يعد موجودا بعد اصطدامه بسطح القمر وفقا للنتائج الأولية للتحقيق. وكان من المقرر أن تدور المركبة الفضائية على ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح القمر قبل أن تهبط الاثنين شمال فوهد بوغوسلافسكي على القطب الجنوبي للقمر، ما كان سيشكل سابقة، إذ تهبط كل المهمات حتى الآن في المنطقة الاستوائية منه. ويأتي فشل المهمة التي كانت من المفترض أن تستمر عاما بغرض أخذ عينات من تربة القمر وتحليلها في وقت يشهد سباقا جديدا إلى القمر مع إبداء الولايات المتحدة والصين وكذلك الهند وكوريا الجنوبية طموحات كبيرة بهذا الصدد، فضلا عن عدد من الشركات الخاصة. بانوراما النيل مازالت مستمرة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. وزارة السياحة والأثار تنجح في نقل مشهد الطباطبة الأثري إلى محيط متحف الحضارة بالفسطاط. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى محمد عبد الحكم. إليك محمد.
شكرا غدا، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفه الاقتصاديه. ابرز ما فيها: وزير التموين يتفقد المنطقه التجاريه بطنطا ويزور اكبر مخزن للادويه في الشرق الاوسط. الداخلية الدكتور علي المصلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى أكثر من 4 أشهر، وذلك تعليقا على الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات لتوفير تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار بهدف تمويل واردات القمح. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. كما تفقد الوزير الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجستية التجارية، كما زار أكبر مخزن للأدوية في الشرق الأوسط بالمنطقة التجارية اللوجستية. قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2024 مقارنة بنحو 506.5 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 32% حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريا اعتبارا من يوليو الماضي. وأكد بيان لوزارة المالية حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، مشيرا إلى أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التي يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم. شارك وزير الاتصالات عمرو طلعت في الاجتماع الوزاري المعني بالاقتصاد الرقمية الذي يأتي ضمن أعمال مجموعة 20 التي تقام في الهند بحضور وزراء الاقتصاد الرقمي بدول المجموعة. ويستهدف الاجتماع تبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية الداعمة للتحول الرقمي والأمن السيبراني والمهارات الرقمية. وخلال مشاركته في جلسة المهارات الرقمية، أشار وزير الاتصالات إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة لتطوير الكفاءات وبناء القدرات الرقمية في إطار استراتيجية مصر الرقمية. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار استكمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة الشروق، ومن ضمنها مشروعات الطرق بقطاع شرق المدينة، وكذلك استكمال محور الحرية بطول 3.1 كيلومتر. أضاف الوزير أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ عدد من عمارات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، ويعتبر المشروع الجاري هو القطاع الثالث الذي تكتمل به الخطة التي تستهدف تنفيذ نحو 105 عمارات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية ضمن البرنامج الرئاسي سكن كل المصريين لمحدود الدخل. وأوضح المركز الإعلامي أنه توصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى إن وجدت بصورة إلكترونية. في سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى ختام تعاملات جلسة اليوم وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، قابلت عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.2 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 36%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 35%. أكدت شركة غاز بروم الروسية أنها تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 41.3 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودغا، بينما رفض الجانب الأوكراني في وقت سابق
طلبا للتسليم عبر سوخانوفكا. وأشار متحدث باسم الشركة إلى أن حجم الضخ بلغ في اليوم السابق نحو 41.4 مليون متر مكعب، ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا، حيث تم إيقاف الضخ عبر خط نورد ستريم تماما. أعلنت المفوضية الأوروبية أن منشآت تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف شهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر. القارة العجوز مستعدة تماما لفصل الشتاء المقبل، هكذا أعلنت المفوضية الأوروبية. المفوضية أكدت أن منشآت التخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحددة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر. وفي أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وخفض الاتحاد الأوروبي من وارداته من الغاز الطبيعي، اعتمدت الدول 27 في يونيو 2022 إطارا تشريعيا يلزمها أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90% على الأقل بحلول الأول من نوفمبر من كل عام. ويرمي هذا الإجراء لتعزيز استقلالية الاتحاد في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على امدادات الغاز الروسي. وشكل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الجاري نسبة 15% من واردات الاتحاد الأوروبي، وهي حصة تقلصت إلى النصف في غضون عام واحد. في المقابل زاد الأوروبيون في الفترة نفسها من مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ورغم ذلك لا تزال سوق الغاز عرضة لتقلبات مفاجئة، ففي مطلع أغسطس ارتفعت أسعاره بسبب تهديدات بإضرابات في منشآت أساسية للغاز في أستراليا وبدفع من تزايد الطلب الأسيوي على هذا الوقود. وتعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% خلال الفترة من أبريل 2023 وحتى نهاية مارس 2024 مقارنة بالمعدل المسجل خلال الأعوام ما بين 2017 و2022. نهاية وقفة الاقتصاد، نعود من جديد إلى زميلتي غادة فاروق. لك غادة. أشكرك محمد، أهلا بكم من جديد. نجحت وزارة السياحة والآثار في أعمال فك وتركيب وإنقاذ مشهد آل طبطبا، أقدم أثر يعود إلى الدولة الإخشيدية من موقعه القديم إلى حافة بحيرة عين الصيرة إلى جوار متحف الحضارة. مشهد آل طبطبا هو ضريح تم تأسيسه في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وذلك إبان الدولة الإخشيدية. ويضم المشهد رفاة من ينتهي نسبهم الشريف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تجسيد رائع للأضرحة في عمارة مصر الإسلامية. المشهد هنا هو كان تعرض لفترة كبيرة من الإهمال أدى إلى وجوده في بركة بحيرة عين الصيرة على مسافة أو عمق 2.70 متر وسط مياه كبريتية، كان مصيره إلى الهلاك. إلا أن قيادات العمل في وزارة الآثار قامت بخطوة جريئة لنقل هذا الأثر من مكانه الذي كان سيؤدي إلى وفاة المدفن ووفاة بالإضافة إلى وفاة صاحب المدفن، وتم نقله إلى هذه الأرض. المشهد عبارة عن مستطيل غير منتظم، وفي نهايته الجنوبية يوجد قبتان، وفي الجزء الشمالي الشرقي من سور المشهد يوجد المدخل، وإلى يساره يوجد حجرة مربعة يغطيها قبة تحتوي على بئر يغذي المشهد بالمياه. شكل مستطيل مساحته 30 متر في 20 متر يأخذ اتجاه القبلة عشان المدفأ، عشان اتجاه القبلة كما هو معروف في معظم المدافن والقباب الضريحية اللي موجودة في المكان. المشهد أثريا عبارة عن قبتين، قبة كبيرة وأخرى صغيرة، بالإضافة إلى عدد من القبوات، بالإضافة إلى قبة البير اللي كان بيمد المشهد بالمياه. المشهد في مدفون فيه عدد كبير جدا من أسرة طبطبة. عند إعادة الفك وإعادة البناء تم نقل هذه الأضرحة بنفس مكانها وبنفس أوضاعها القديمة. المشهد ملحق به مسجد على شكل مربع يبلغ طوله
18 مترا ومبنى من الطوب الآجر، أما المحراب فيقع في الجانب الشرقي من المشهد. اللي احنا واقفين فيه ده المصلى الخاص بالمشهد، 9 دعامات مبنيين من الطوب الآجر اللي هو الطوب الأحمر. احنا برضو في عند إعادة الفك والبناء تم استخدام الطوب اللي تم فكه وتم معالجته، تم استخدامه مرة تانية بالإضافة إلى عدد من أو كميات من الطوب الحديث تم تصنيعه بنفس المواصفات الخاصة بالطوب القديم. المدفن والضريح والمشهد مسميات متقاربة لكن المعاني مختلفة، فالمدفن لعامة الناس والضريح للأولياء، أما المشهد لمن شهد الناس أنه من آل البيت. من مشهد الطبطابة بمصر القديمة، أشرف مبارك، النيل. تواصل المراكز الطبية المتخصصة عملها لاستقبال المرضى الذين تم إحالتهم من مراكز طب الأسرة لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية والتشخيصية لهم وفقا لمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر لأورام الثدي وصحة المرأة، كما تقوم بتوفير البروتوكولات العلاجية لهم وعمل التدخلات الجراحية اللازمة لهم بالمجان. مركز أورام ميد غمر واحدة من مراكز الإحالة للحالات المرضية لأورام الثدي وصحة المرأة وفقا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقوم بعمل الكشف الطبي وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والتدخلات الجراحية لتلك الأورام كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية. تم توفير جميع أدوية العلاج الموجه سواء للمراحل الأولى أو المراحل المنتشرة، وبيتم تطبيق قرارات الام دي تي اولا باول، بيتم عمل لجنه عليا من تخصصات الميديكال انكولوجي والكلينيكال انكولوجي وقسم الاشعه التشخيصيه وقسم الباثولوجي وقسم جراحه الاورام، يتم اتخاذ القرار المناسب للمريض بعد ظهور نتيجه العينه وعمل التحاليل الدلالات الهرمونيه وعمل الاشعات اللازمه، وبذلك يتم تحويل المريض لجنه الام دي تي لاتخاذ القرار المناسب لعلاجه. كل الخدمات بتاعه المبادره بنعملها هنا، بدايه من الفحص الاكلينيكي للحاله تحت 35 سنة، لو في زي الستات ما بتقول كل كاعة موجودة في الثدي أو محتاجة لأشعة فبتعمل سونار، فوق 35 سنة بتعمل سونار وماموجرام. بعد كده بتلجأ لموضوع إن هي بتعمل عينة، طبعا كل خدمات العينات موجودة هنا، تشخيص العينة بيبقى في خلال من أسبوع كماكسيموم بتبقى نتيجة العينة طالعة. المرحلة اللي فيها يعني الورم أكبر شوية ممكن بيتعمل استئصال تحفظي مع عملية إعادة بناء للثدي، عمليات تجميل يعني للثدي، والاستئصال العادي اللي هو لما يكون الحاله لا تسمح يكون الاورام يعني اخذ اكتر من مكان في الثدي ممكن يتعمل استئصال كامل للثدي، وبرضه حسب حاله المريضه، يعني لو المريضه طبعا صغيره في السن فاحيانا بيحتاج اعاده بناء عمليه تجميل للثدي، بتعمل يعني بتاخد جزء من العضلات ويتعمل اعاده بناء للثدي. كما يتم بمركز أورام ميد غمر عمل الفحوصات الطبية وأشعة الميموجرام المختصة باكتشاف الأورام الثدي بشكل مبكر والموجات فوق الصوتية لتلك الحالات وتشخيصها بشكل دقيق. الحملة مش بتستهدف الناس اللي بتشتكي من وجود ورم أو كلكعة أو لا، احنا عاملينها على نطاق واسع ان اي امرأة في سن معين تيجي، فده بيخلينا نكشف على حالات أعداد كبيرة جداً، مما يساعد على كشف الحالات اللي هي ما بتشتكيش اصلا من حاجه. بنقيم الحالات على حسب الحاجه اللي موجوده عندنا، اذا كانت الليجن دي بناين حميده او كانت خبيثه، وبيتم التعامل معاها هنا في المركز بان الحالات كلها بتفتح لها ملف او عشان لو في تدخل جراحي او ان احنا نقدر نعالجها هنا في المركز، تاخد كل علاجاتها وكل اجراءاتها هنا مجاني تبع الحمله، وبيتم متابعتها برضو لو حاله حميده وتستوجب المتابعه، بيتم متابعتها برضو على حسب الفتره حسب الحاجه اللي انا لقيتها او الورم اللي انا لقيته عندي، بيتابع كل 6 شهور او بيتابع كل سنه. كما يتم صرف علاج اورام الثدي بشكل مميكن وفقا للمعايير والمقاييس الدوليه مع توافر كافه الادويه والبروتوكولات العلاجيه لهؤلاء المرضى. كل الادويه متوفره، ما فيش حاجه بتبقى ناقصه، الدوله بتحرص على كده واحنا كمان بيبقى عندنا حرص على كده. طبعا ادويه الكيمو الاورال اللي هو الاوت بيشنت بياخدها معايا موجوده، وعندنا طبعا الادويه اللي مريض الكانسر لما بياخد الجرعه فوق بيبقى واخد الادويه دي مع برده وهو ماشي. دايما بنبقى عندنا املنا كبير ان المريض يلاقي احسن معامله واحسن رعايه وكل الادويه متوفره. انطباعات إيجابية انتابت مرضى الأورام كافة لما يقدم لهم من خدمات تشخيصية وعلاجية وتدخلات جراحية. هي الخدمة هنا كويسة جدا بصراحة، وهنا كل حاجة متاحة لأي حد يجي ان هو يكشف في المستشفى هنا، بصراحة الخدمة كويسة. جيت هنا أعمل متابعة مع مبادرة السيد الرئيس، وجيت هنا بصراحة في استعانة جامد
والدكاترة هنا ما شاء الله عليهم بيهتموا بالمرضى. خدمات تشخيصية وعلاجية وتدخلات جراحية تتم هنا في مركز أورام ميت غمر وفقا لمعايير الجودة العالمية، بما يؤكد حرص الدولة المصرية على توفير خدمة علاجية لائقة للمواطن المصري. محمد حلمي، النيل. بانوراما النيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. اختتم مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية. أهلا بكم مجددا. اختتمت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية. وقال محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تعد الأولى ضمن محافظات الجمهورية من حيث إنتاج ثمار المانجو، مشيرا إلى أن حصاد المحصول بالمحافظة يبدأ أواخر شهر يوليو ويستمر حتى سبتمبر، حيث تشهد الأسواق خلال تلك الفترة توافر جميع أنواع المانجو بأسعار مناسبة مع ارتفاع نسبة التصدير للخارج. وسط فعاليات متنوعة استمرت على مدار يومين، اختتم مهرجان المانجو الدولي بالإسماعيلية فعالياته. احنا ببساطة شديدة اللي زودناه عن النسخة الأولى الملتقى التصديري. ببساطة السنة اللي فاتت كان في أهداف كتيرة للمهرجان، كان أحلى حاجة وصلت لأهدافها وخدنا فيدباك من الناس اللي كانوا موجودين بعدها، الناس نجحت إن هي تصدر لدول جديدة. طبعا التصدير ده من اكتر الاهداف اللي ماشيه مع اهداف الدوله والحاجه اللي احنا كلنا بنحاول نساعد فيها. من هذا المنطلق بدانا نعمل تعاون رسمي وتم بالفعل مع مجلس تصدير الحاصلات الزراعيه ومجلس تصدير الصناعات الغذائيه، اللي بدورهم قاموا بدعوه مجموعه كبيره من الممثلي شركات التصدير عشان المزارع الموجوده هنا والمصانع اللي بتعمل مصنعات المانجا تقدر تقابل الجمهور بتاعها بره مصر. وعلى هامش المهرجان نظمت محافظة الإسماعيلية ملتقى تصديري ضم العديد من الملحقين التجاريين من مختلف الدول المشاركة. احنا بنشتغل في محصول المانجا في محافظة الإسماعيلية هنا، بندي دعم لصغار المزارعين عشان نحسن من انتاجيتهم ونزود دخلهم، والحمد لله احنا خلال الموسمين نجحنا ان احنا نطور الزراعة بتاعة المزارعين ونحاول ان احنا نقلل التكلفة بتاعة الانتاج ونقلل استخدام المية واستخدام المبيدات، والحمد لله نجحنا نضاعف الانتاجية بتاعتهم. والموسم الثاني في المهرجان المانجا في الإسماعيلية احنا بنشارك عشان نحتفل مع المزارعين بتاعتنا. كان في ورش عمل بدأت من نهاية المهرجان الاولاني عشان نطلع بالصورة الطيبة اللي ظهر فيها المهرجان السنة دي. المهرجان السنة دي بيختلف عن السنة اللي فاتت، كان السنة اللي فاتت مشاركة 12 دولة أجنبية، النهاردة احنا عندنا 27 بزيادة 250% النسبة المئوية، فان شاء الله بنأمل ان احنا نطلع بمانجة الإسماعيلية العالمية أكتر وأكتر. تشتهر محافظة الإسماعيلية بزراعة أجود أصناف المانجو، حيث تحتل المانجو ثلث المساحة المزروعة بالمحافظة، ويقدر ما يتم تصديره بنحو 5 مليون دولار في العام للعديد من الدول العربية والأوروبية. استمراراً لجهود محافظة الإسماعيلية لزيادة الاستثمار الزراعي والتوسع في زراعة المانجو، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير والترويج السياحي للمحافظة، جاءت فعاليات النسخة الثانية للمهرجان الدولي للمانجو. من داخل محافظة الإسماعيلية، أمل صبري، النيل. وختاماً هذه التذكرة بأبرز عناوين بانوراما النيل. المنفي وصالح وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان إلا ضمن الإطار الوطني الليبي، ومصر ترحب بالبيان المشترك. اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان. مسيرات أوكرانية تستهدف 3 مناطق روسية وتجبر مطارين في موسكو على تحويل مسار الرحلات لفترة وجيزة. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.